لا انت شو انت؟ من شو معجون انت ولا؟ لك يخرب بيتهم. لك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تساوي؟ انا هيك ربيتك ولا؟ ولك ابن ابو عصام عم يلعب باعراض الناس. يلا خليني اشوف. يلا شو حلتها يا ابو عصام؟ خليه يحكي شو حلتها. مشان الله احكي لك. روق يا ابي من حلها. مشان الله انت روق. روق من حلها. ولك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تعمل انت؟ ولك مصيبه زتيتها فوق راسنا هيك فرزتها. يخرب بيتك لك اعراض الناس هاي لك معتز. لك هي مو محقوقة. انت محقوق. انت الها عليك لك خطيتها هي برابتنا كلياتنا كلياتنا. روق يا ابي روق مشان الله. ولك شبك خرست خرست. اجتك الجمدي هلا خربت بيتنا انبسطت. الله لا يوفقك. لك يخرب بيتك اعراض الناس هي. ولك هي المخلوقه مو محقوقة. انت المحقوق. ولك الحق عليك ولابسك الحق من فوق لتحت. مشان الله يخرب بيتك. ولك ولك خطيتك برابتنا كلياتنا. الله يسلم. كل مصايب الدنيا كوم وهالمصيبة هي كوم تاني فوق راسي. شو بدي اسوي لك سؤال؟ لك مخلوقة لا من توبنا لا من ديننا. وفوق انت واحد صاحبي. لك عن صاحب عندي بالشاب. يخرب بيتك من حالك. شو بدنا نحلها؟ شلون بدنا نحلها؟ قلت له شوف شلون بدنا نحلها. حلت عندي يا ابي هي. حلت عندك؟ قلت له شوف حلها. بتجوز على سنة الله ورسوله. بتجوز على سنة الله ورسوله. ولك لو كانت تقدر تتجوزها عادي ما كانت هربت المخلوقة وجيت لعنا. ما في غير الحل يا أبي. ما في غير. لك وأهلها. وأهلها ما فكرت بأهلها؟ مخلوقة مال أهل مقطوعة هيك. ولعنا ما لها محل تفكر فينا. ما في غير الحل يا أبي. ما في غيره. يا بي مشان الله روق روق. خلينا نقعد نحكي لنا كلمتين مشان الله روق. لك شو بدنا نحكي؟ لك شو بدنا نحكي؟ لك انت فخ قلبي. انا تفخ قلبي وما في فايدة. مصيبة فوق مصيبة. مصيبة فوق مصيبة. اللهم لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه بس يا رب. اللهم لا أسألك رد القضاء. طول بالك يا تقبرني. طول بالك كله بينحل. الله يرضى عليك. كبري على هذه كبري على هذيك. ولا عم تسويها لا ما بصير. معلش عمي بدك تسمح لي هي المرة لأنه كل شيء صار كوم واللي صار هلأ كوم تاني. لك يا بنتي معك حق. والله معك حق. بس لا تتركينا برضاي عليكي. شو ساوي يا مرت عمي؟ روح جيب له الشيخ مشان يكتب له الكتاب. عمي الله يرضى عليك. استني شوي. روحي روحي والحق معك وأنا معك كمان. بس بدي منك شغلة واحدة. أمرني عمي. بدي ما أجيب سيرة عن اللي صار هون بالبيت. الله يرضى عليك. حاضر. فوتي فوتي خير إن شاء الله. شوفي ما في شيء. شلون ما في شيء؟ زعلانة أنت ومعتز ما؟ إيه زعلانة. أيوة خير إن شاء الله. حكي لي شو صاير. القصة إنه قعد لي بالبيت لا شغلة ولا عاملة وعم يتفشش فيني. طيب تنحل تنحل. فوتي فوتي. خصمها معتز وعمل مثل ما عم يقول لك أبوك. مشان الله لفها بقى. خلص يا عمي روق. ما رح يصير إلا مثل ما بدك. معتز ما رح يضل تكي بالبيت. ما لوم بس يضل بالبيت. ليش لو ما مسيت على باب البيت طالما المخلوقة هي عنا هون هي أمان الكبي هي. ولي على أمتي وين بده يروح بحاله وين بده ينام؟ خلصيني بقى سؤال. مشان الله يروح ينام ينام بالبرية بالصلاة أول ما كان ينام. بس هون إذا بيعتب باب البيت والله بكسر له رجله. لك هي مخلوقة أمانة برابطنا يخرب بيتكم. خلص مثل ما أبي. أمرك يا أبي. شوفي سيرة المخلوقة ما بتطلع برة البيت. هي معلوم؟ عم تفهم عني شو عم بحكي؟ إيه يا أبي أمرك أمرك. هتشوف والله كيف بدي احلها. طبيب هتخبره للحكيم موسى؟ الله يكون بعونه. والله يحمين معه. لك الله يكون بعونه. قول بس الله يكون بعونه بس. خلاص يا ابي خلاص.
أنا رح أخذها وأكتب كتابي عليها وأخذ خيرية وابني وهز برات الشام. ما فشرت الآن، ما فشرت. ما بتشوف صفرة ولا بكتب كتابك عليها إلا بشور أبوها. بكتب كتابي عليها وبأخذها برات الشام، وأهلها يموتوا إن عم يدوروا عليها، ما هيك؟ وأنا قاعد بس عم بتستر على ابني فضايح ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قومي سؤال، قوموا شوفوا ورا المخلوع قبل كيف بدها شيء، لازمها شيء، قوموا. تعي. ولك انت شلون تعملي باهلك هيك؟ والله اذا برجع لعند اهلي بيقتلوني. ما راح ارجعك، بس انت عرفتي شو عملتي فينا؟ لك انت خربتي بيتنا. البكا ما عاد يفيدك هلا، خلص اسكتي، بدك تاكلي او تشربي، هي دلال بتدير بال عليكي. طالعي لعندك على الاوضه يا مو. الحقيني. يعني لان جوزك قاعد عواطي وما عم يشتغل وعم يتفشش فيكي بتقومي انت هيك من راسك تحملي حالك تجي لهون بدون ما تسالي حدا الخيريه خانوم؟ ايه اخي ايه. طيب يلا قومي طبي غراري خليني اعمل لك، قومي. ما رح ارجع. اسمعي كلام اخوك لك خيريه، ما بيجوز تطلعي من البيت مشان هيك حجه. سمعتي خيريه، هي الاصول. ما بيصير تطلعي من بيت جوزك مشان هيك حجه، بس بدي اسالك هو عم يصرف عليكي شيء؟ بلا. مقصر معك بشي؟ لا أيو، ما أنا مقصر معي بشي. طالما هيك بين ما خلص عشاي بتكوني ضبيتي غراضك مشان وصلك على بيت جوزي. أخي ما بدي أرجع. لك عم تجاوبيني لخيرية؟ مو آخر مرة كنت عندك فيها قلتي لي ما في شي بينك وبينه؟ ما عاش اللي بدي أجاوبك أخي، بس أنا ما عاد بدي معتز. لا لا خيرية، ليلي شو صاير معك؟ شو صاير بينك وبين جوزك ليلي؟ مو صاير ماشي، مو صاير شي. شوفي خيرية، يا أما بتحكي شو صاير، يا أما هلا بتقومي بتضب أغراضك وبتخليني رجعك على بيت جوزك. ها لك ليش ما فيكي تحكي؟ ليه؟ لأنه ما فيني أحكي. وليه؟ لا تكوني عملتي لك شي ناقصة معها وخايفة تحكي. لا أيو، شبك أخي أنا أختك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لا هو مقصر معك ولا أنت غلطانة، شو القصة حزازير؟ والله عجزتيني. مو حزازير يا أخي، بس أنا ما فيني أحكي لك شيء، ولا فيني روح على بيت عمي أبو عصام. إذا بدك أنت روح وهو بيحكي لك كل شيء. بالله ما بطلع من هون غير رجلي على رجلك. أنا ما فيني روح يا أخي، ما فيني روح. روح أنت وافهم. كمان أنت ما فيك تقول لي عمي أبو عصام. لا والله يا خزر ما فيني لك، والله ما فيني لك. طيب لا انت عمي ولا خيرية، معتز الله يعلم وين اراضيه ماني بلاقي، لحد مين روح مشان يقول لي؟ حاضر حبيدك، حبيدك شوف خطير، انت حتعرف، حتعرف يعني بالاخير حتعرف، بس مو هلا، معلش ابي، هاي القصة اعطيها وقتها، وبعدين حتعرف كل شيء، هذا وعد مني يعني، لا ترك علي انا ارضى عليك، لا ترك علي، لانه والله انا ما بهون علي زعلك. لا والله، وإذا بدك الصراحة أنا اللي محرج على خيري إنه ما تفتح ذمها ولا تحكي، ولا ترك علي، أنت اهدى بس وصلي على النبي. ومشان خيري لازم تعرف إنه خيري بعيوننا كانت وظلت ورح تضل. إيه والله، وهذا البيت إيش من صار حتى لو اتطربق فوق راسنا كلياتنا رح تضل صدر البيت إلها ولا تبي لنا. والله إنه هي غلاوتها أغلى من أولادي عندي هم بالبيت، صدق. أمرت عمي أبو حسام، ما رح يصير غير مثل ما بدك، بعد إذنك تاخذنا طريق. يلا يلا يلا. خطير، قديش بدك تسلم لي على خيرية؟ وصل عمي. إلا الكل بيسلموا عليها، الكل. يسلم قلبك وخير. يلا يلا. ليش ما أكلتي؟ صار لك من الصبح على لحم بطنك، ما بيجوز هيك. اشتقت لأمي. يا ترى شو بكون صار لهلا؟ ستي صار اللي صار، هلا أنت بس ادعي الله يفرج علينا وعليهم. آمين. أهلي كتير بيحبوني، أبي وأخي وأمي كتير بيحبوني. إيه إذا أهلك كتير مناح بتقومي هيك بتعملي معهم؟ يعني هذا اللي طلع معك؟ أنا عملت هيك لأني بحبه، لأ لأني بحبه لمعتز.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بكي؟ ما قدرت اتحمل انك تتركني. انت مجنونة. مجنونة فيك؟ انت مجنونة. مجنونة لأنه بدي اياك. وحياة ربي مجنونة. معتز. معتز انا بحبك. معتز تعال هون. لك يا حبيبتي كيف بدي روح لعندكم على البيت وانتي قاعدة عندي هون واخذ واعطي مع اهلك وكانه مو صاير شيء؟ ترضي لي اياها انتي؟ انا بس بدي اياكي تطمني لي عنها. ما قلتي شيء. هي مرتاحة وقلبي قايل لي انه رضياني عليكي. بعدين انا بعدين اعتبريني مثل امك. مو انتي بتحبي معتز؟ لازم تحبيني عم حبته.